تحت شوية شاي. أهم شيء نفسك شوية في متهيبين ونسجد له خاشعين يعانق بعضهم بعضا معانقة الروح القدس بقلب نقي وضمير ادى لنا الأمان والحب أن الأحداث تتلاحق عندنا وتزرع القلق في خواطر اللبنانيين الذين هم بأشد الحاجة إلى من يطمئنهم إلى مصيرهم ومصير أبنائهم في وطنهم. وهذه الأحداث تبدو شديدة الوطأة على الجميع ويتضعهم أمام مفترق طرق، فأما استقلال وسيادة وحرية وهذا ما يصبو إليه معظم اللبنانيين، وأما تعثر واضطراب وخلاقل وهذا ما ينذر به بعضهم من الذين لا يضمرون الخير للبنان. بس أهم شيء المواطنين كمان بدهم يساعدوا، مثل ما الدولة عندها مسؤوليات كمان المواطنين. كلنا لازم نكون موحدين، هذا اللي بينقذ الوطن. بالوحدة عملنا عجايب، بقى بدنا نرجع نتوحد حول الوطن، هذا أهم شيء.